يطرح اجتماع الحكومة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العديد من التساؤلات حول مغزى ودلالات اختيار هذه الهيئة دون غيرها. نسيم الوافي والتفاصيل. محاولة حكومة سلال 4 إنقاذ الوضع الاقتصادي للبلاد الذي بات يهدده خطر انهيار الذهب الأسود مع الفاعلين في البلاد يطرح العديد من التساؤلات حول دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري وما قدمه للاقتصاد الوطني منذ أمد. عدنا مدة من الزمن لم نرى لهذا المجلس الاقتصادي الاجتماعي دورا في الحياة الاقتصادية ولا حتى في الحياة الاجتماعية. هذه 5 سنوات هو مجمد، والعضو تاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما تغيروش تماما. هذه 20 سنة نظن المجتمع الجزائري تغير. رغم تخصيص ميزانية ضخمة للمجلس الاقتصادي الجزائري باعتباره عصبة أي دولة خاصة في القضايا الكبرى، إلا أنه حسب المحللين هيكل دون روح لا يتماشى مع تحولات الاقتصاد العالمي ما يتطلب تغييرا جذريا. إذا كان هذا المجلس بعيد كل البعد عن متابعة الواقع الاقتصادي والتغيرات والمتغيرات الإقليمية والدولية، فكيف له أن يساهم في حل الأزمة بعد هذا الغياب الطويل؟ لابد يكون تغيير، خاطر الآن يتناقض مع القوانين تاع المجلس، راه يتناقض مع القوانين تاع المجلس خاطر ما تغيرش. مع كل هذه الاختلالات وسياسة الركود التي يتبعها المجلس الاقتصادي الجزائري، ما هي الإضافة التي سيقدمها للاقتصاد الوطني الذي بات يئن على وقع انهيار أسعار النفط؟